بعيدا عن اسكندرية هنروح لخبر آخر معانا النهاردة من إنجلترا، وده خبر مهم جدا 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 لأي حد عنده طفل صغير، اللي عنده بيبي لسه ابنه أو بنته بتكبر. لو سمحتوا ركزوا في الخبر ده، خبر مهم. صحيفة الاندبندنت الإنجليزية نشرت تقرير عن خطر السمارت فونز أو التابز، التابلتس، الهواتف الذكية على الأطفال، وقالت إن الخبراء بيعتبروا إن استخدام الأطفال للهواتف الذكية السمارت فونز مش بيختلف تأثيره عن تأثير تعاطي الكوكايين. تخيل أنت حضرتك أو حضرتك لما تحبي تتفرجي على المسلسل، أو حضرتك لما تحب تتفرج على الماتش، بتدي تليفونك أو تجيب تاب لابنك عشان يقعد يتلهي فيه ويلعب كاندي كراش أو يتفرج على اليوتيوب، وتبقى أنت خايف وعامل له البرايفسي بتاعت اليوتيوب إنه ما يشوفش حاجات تكون خارجة عاملها له بس على الكرتون، أنت بتديله الحاجات دي، تأثير ده على مخه زي تأثير الكوكايين. صحيفة الاندبندنت نقلت عن واحد من الخبراء ان الاب لما يدي ابنه سمارت فون زي ما بيكون بيديه جرام كوكايين. متخيلين الموقف عامل ازاي؟ Giving your child a smartphone is like giving them a gram of cocaine, says top addiction expert. على لسان مختص في الادمان. تخيل انت بتعمل وانت بتعملي في ابنك ايه؟ زمان واحنا صغيرين كان عندنا التلفزيونات، بس كان بيتقال ما ينفعش الطفل يتفرج على التلفزيون اكتر من ساعة او ساعتين في اليوم، ما ينفعش تقعد قدام التلفزيون اقل من مسافة 3 متر. دلوقتي بقت التاب او التليفون في وشه 24 ساعة. تخيلوا من تلفزيون ساعة او ساعتين في اليوم، لان احنا بنديلهم دلوقتي السمارت فون فبتديله جرام كوكايين. ارجوكوا خلي بالكم من ولادكم، ارجوكم.